نتكلم كتير عن المباراة، بس خلونا كده ننوه عن حاجة مستغربين منها شوية لما نيجي كده نحلل أو نشوف المشهد. يعني ممكن تعمل أزمة كمان بين لاعبي النادي الأهلي الدوليين، بنتكلم خلال المرحلة اللي جاية، إن إحنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا وبشكل غير طبيعي، نتكلم من دلوقتي حتى لو قسناها يعني بداية الموسم، وأعتقد مستحيل الضغط ده يتحمله أي لاعب، فشيء برضه صعب يا كريم. يعني مش عارفة ليه كل مرة بنقول يا رب الموسم الجديد يبقى ما فيهوش ضغط زي الموسم صحيح. اللي فات، لكن للأسف الشديد الموسم بيجي الضغط بتاعه ويمكن كمان بيكون اكتر. بصي يمكن ده قدر لعيبه النادي الاهلي، ان هم بحكم يعني ان هم لعيبه في النادي الاهلي، فبطبيعه الحال بيشاركوا في كل البطولات المتوفره والمتاحه الى جانب طبعا مشاركات الكثير منهم مع منتخب مصر. تعالوا نقول يا حضرات ان احنا ان شاء الله باذن الرحمن زي ما كلنا اكيد بنتمنى هنوصل وهنكمل في كاس العرب لغايه لما نوصل للقاء النهائي اللي هيتلعب يوم 18 ديسمبر. طب تعالوا نفكر فيها كده مع بعض بصوت عالي، بعدها بكام يوم، يوم 22 ديسمبر ده موعد كاس السوبر الافريقي مع الرجاء المغربي. ما تعرفوش بقى حضراتكم هل الكاف هيغير الميعاد تاني ولا ايه اللي هيحصل، ادينا هنستنى ونشوف. على كل الاحوال بعد كده لعيبه النادي الاهلي الدوليين هيرجعوا عشان يلعبوا ماتشات في الدوري، واكيد رابطه الانديه هتاجل ماتش فيوتشر يوم 21 ديسمبر. بعد كده في مطحنه كرويه بالمعنى الحرفي منتظرانا من بدايه 2022. اول حاجه المشاركه في كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر، وبعدين المشاركه مع الاهلي في نهائيات كاس العالم للانديه، ولسه ما لقيناش حل لازمه تضارب المواعيد، وبعدين هنرجع نلعب ماتشات في الدوري مره ثانيه، وبعدين مع المنتخب في شهر مارس طبعا المباراه الفاصله في تصفيات المونديال ذهاب وعوده، وبعدها نرجع نكمل الدوري بالاضافه لدوري ابطال افريقيا. يعني مطحنه فعلا.